وبالتالي الان الطلبه نجح منهم من نجح وهو في سنه الامتياز مثل ما ذكر زملائي ولكن ايضا البقيه ايضا الذين اعطوا مده سنتين لمعادله شهاداتهم من خلال تاهيلهم في جامعة الخليج أعتقد أن المدة والفترة طويلة جدا بالنسبة لأولياء أمور وطلاب والطلاب نفسهم وبالتالي نناشد الحكومة الموقرة أن يعني تخفض هذه الفترة لأنها بالفعل يعني فترة طويلة جدا خاصة أن الطلاب درسوا سبع سنوات وانتظروا خمس سنوات والآن سوف يدرسون سنتين